كانت كيجيني عروض تاع مسرحيات خرج في البدايه كنت نفرح نفرح ونقول على خاطرني لقيت وين نبات. هي صرخة فنان أتعبته ظروف الحياة، فلا ملجأ يأويه ولا مكان يحميه، وهو الذي صال وجل لينشر الفرح بين البراءة. عم رفيق يتواجد اليوم بمركز مكافحة السرطان الملك عبد العزيز آل سعود بعنابة، حيث وجد نفسه طريح الفراش يعاني المرض والوحدة، وهو الذي لبى نداء الطفولة ولم يتخلف يوماً عن مواعيدها التي ترجمت حباً على خشبة المسرح. الفترة اللي كنت نعاني منها من نوفمبر حتى الساعة هذه ما كنت محضر باش ندير احتفالية عيد الطفولة، أنا قل لما شمن الجميع الأطفال وكذا ومنا احتفلوا بهذا اليوم العالمي. هذا غالب العام إذا ما كنتش نقولكم ادعيوا لي برك نرتاح. قد يكون عم رفيق محظوظا بزيارة والي عنابة، زيارة قد تكون بصيص أمل لهذا الاسم الذي منح الكثير للفن، وإن كانت حاله عينة عما يعانيه مبدع الجزائر في صمت وألم.